من وأنا في سن أحفادي وأنا بحلم إني أبقى لاعب كورة مشهور. مفيش حاجة سهلة، لكن مفيش حاجة مستحيلة. يا ريت أقدر أكون أساهم بجزء في تغيير الثقافة المصرية والعربية عموما، اللي هو الإنسان عدى 50 بقى خلاص يلبس ألوان غامقة أو ما عرفش إيه، عدى 60 لا ده بقى يقعد في البيت وعلى كرسي كده في ركن منتظر بقى المرض واكتئاب. أنا في 70 أنا بفكر ألعب كرة وأمارس أي هواية من هواياتي واستمتع بالحياة. في واحد كتب بعد ما شاب ودول استاد. في ناس كانت شايفة أن أنا باخد فرصة شاب، في ناس شايفين أن اللي بيعمله ده عبث، يعني إيه ما إحنا نستفيد إيه بالكلام ده. عايز أقول لهم أنا نفسي الناس كلها، مش هقول تفكر زيي، تفكر زي الناس الأوروبيين والناس اللي في الدول اللي سبقتنا. ما تفكرش إن الطموح أو الرياضة أو التفوق ليه سن، وما تفكرش إن في حرب ما بين الشباب وبين الكبار، بالعكس ده تمازج. الأول كان في مجهود الفردي، وقعدت أتدرب سنة ونص ومش قايل لأي مخلوق، لأن أنا لو قلت لحد ما كانش هيساعدني أي إن كان، كان هيحبطني. بدأت المساعدة من في الجول، إنه عمل معايا الموضوع ده تعدى المتوقع يعني، وبالتالي بدأ يلفت أنظار الناس ليا. من ضمن الناس طبعا اللي لفت نظرهم أو اللي ساعدوني كان الأستاذ إبراهيم حجازي. الأستاذ إبراهيم حجازي باهتماماته الوطنية الكتيرة كان ده بالنسبة لي موضوع وطني كومون. وزارة الشباب كان ليها دور كبير جدا في إنه أقدر أكمل وأقدر أتم المباراة التانية. اتحاد الكرة ساعدني كتير جدا، وفر المستندات ووفر الحاجات والكلام اللي كان مطلوب للمسوع عشان أدخل وأكسر الرقم. وبعتذر مرة تانية للاعب حماد عبد الرسول اللي أنا خدت اللقب بتاعه وكان متمسك بيه، قلت له معلش أنا هبقى في يوم الأيام أقول لك ليه أنا خدت الرقم ده. أنا رقم 23 أكره رقم في حياتي وبتشائم منه، وفي 23 حصلت لي حوادث. عربيتي اتحرقت يوم 23، مزرعتي اتحرقت يوم 23، خرجت كنت رايح أمريكا من سنة 67 كنت رايح أدرس، ومشيت من أمريكا عشان خطأ في الفيزا بس كان يوم 23. حصلت لي وأنا في الجيش حاجات كنت على وشك إن أنا أموت يوم 23. أخسر أصدقائي، حد من قرايبي، ولذلك أنا قلت أنا لازم أقف. طالما أنا بعمل شيء طموح وعايز أحقق طموحي لازم أقف قدام الرقم اللي أنا بخايف منه ده، أتحداه واللي يحصل يحصل. أنا من قبل المباراة ب 15 يوم وأنا جالي التهاب حاد في الأذن الداخلية، أصبح الاستابيلتي بتاعتي مش مظبوطة، توازن بحدف يمين وبحدف شمال، ولو عملت أي التفاتة سريعة بدوخ، لدرجة في التمرين أنا مع الفريق ولسه الفريق زمانهم بيسمعوا دي أول مرة، هم استغربوا إن أنا في التمرين لسه في بداية رحت قاعد وبعدين مشيت، افتكروا قلة اللياقة، لكن في الحقيقة أنا التهاب الأذن الداخلية كان عندي لغاية يوم المباراة. وكنت بفكر في يوم المباراة مع أسرتي إزاي أقدر أعتذر وما ألعبش المباراة، لأن كانت أحيانا بيجيلي الدوخة بإني أبقى مش شايف أي حاجة. ولعبت المباراة وأنا عندي الحالة ديت، وكنت بتطوع يعني الاقي نفسي بندفع يمين وشمال بدون رد، يعني عايز اطلع لقدام الاقي نفسي بطلع يمين او بطلع شمال. المباراه الاولى انا كنت بلعبها وانا ركبتي ورمه والسمنه ورمه من اصابه، ما كنتش قادر اتحرك بسهوله لولا الدكتور محمد ابو العلا كثف علاجي مع الدكتور حسام الابراش والدكتور ادري، كثف العلاج وقدر في اسبوع ان هو قدرت ان العب ما كنت برضو متصور ان انا مش هلعب المباراة. أنا نفسي أحقق رقم ما يتكسرش. أنا لو لعبت أي جزء ولو بسيط في أي مباراة أفريقية، 5 دقايق في أي مباراة أفريقية هتحط لي رقم أفريقي. رقم أفريقي ده إن هو شارك في بطولة قارية، الرقم ده لا يمكن يتكسر. الحاجة التانية العامة إنه ليه إحنا ما نبدأش نكون منتخب فوق 40؟ كنت
اتحاد الكرة يصدر الفكرة للاتحاد الدولي، ليه ما يكونش فيه بطولات فوق الأربعين؟ وليه ما يكونش فيه كاس عالم فوق الأربعين على فكرة؟ ويبقى فيه بعض البطء شوية، لكن يبقى فيه إمتاع. أجمل شيء في تجربتي التعامل مع اللاعبين، حتى اللاعب اللي أنا خدت رقمه وكان مهدد إنه ما يلعبش كان في التمرين، كان بيجي يتمرن معايا تدريب خاص، كان فيه تعاون بشكل أنا. ولذلك الفريق ده أنا يعني أتمنى أن أقدر أتابعهم وأشوفهم، إن شاء الله هيحققوا اللي في أمالهم. هو أنا يمكن في ناس تفتكر أنها كان شيء سهل، لا هو كان صعب جدا. عشان ألعب مباراة كرة 90 دقيقة كان الموضوع محتاج لتجهيز كبير جدا، وأثناء التجهيز حصلت لي عقبات ومشاكل، حصلت لي إصابات كتيرة كانت بتحصل لي. مهما أي شيء كان صعب لازم نحاول، المحاولة في حد ذاتها بتدينا نوع من الشعور الإيجابي إن أنا بحاول في شيء أنا بحبه، يجوز تنجح ولو منجحش أنت مش خسران، أنت كسبت برضه.